سموا بالمسلمين الشيعة نسبة إلى المسلمين الذين والوا الإمام علي بن أبي طالب إثر الدعوة النبوية. وقد أطلق على الشيعة تسميات عدة، منها شيعة علي وشيعة آل البيت، استناداً لحديث النبي الأكرم والذي يقول فيه: يا علي، ستأتي غداً أنت وشيعتك راضين مرضيين. وهم، أي المسلمون الشيعة، تحولوا مع التاريخ إلى فئة لها مفهومها الديني الخاص المستند إلى مفاهيم أئمتهم. ومع مرور فصول الأزمنة بات للشيعة هويتهم الإسلامية الخاصة، وتحولوا إلى طائفة كبيرة تتوزع أرجاء الأرض ومنها لبنان، حيث تعتبر الطائفة الشيعية اليوم من كبريات الطوائف اللبنانية، وتمثل جزءاً أساسياً في المجتمع اللبناني والتركيبة السياسية منذ ما قبل الاستقلال اللبناني وما تلاه من متغيرات وضعت الشيعة في موقع متميز. فمن هم الشيعة؟ التشيع لغة الموالاة والمتابعة، ومنه اشتق لفظ الشيعة، ورد في قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، وقوله عز وجل: هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي من الموالين والتابعين. أما اصطلاحا فالشيعة هم المسلمون الذين يعتقدون أن كمال الدين وتمام النعمة التي يكون بها الإسلام مرضيا كدين هو الموالاة والاتباع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين الأحد عشر عليهم السلام، وآخرهم المهدي المنتظر الذي يظهر في يوم الوقت المعلوم فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ومن هنا كانت تسميتهم بالإمامية الاثنى عشرية، وقد استمدوا عقيدتهم هذه من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي سمعها المسلمون الأولون من النبي صلى الله عليه وآله، ثم حفظت عبر التواتر اللفظي أو المعنوي جيلا بعد جيل. من ذلك آية الولاية وآية التطهير وحديث الدار وحديث المنزلة وحديث الثقلين وحديث السفينة وحديث تبليغ سورة براءة وحديث الغدير وتسمية النبي أتباع علي بشيعته وحديث الأئمة من قريش وتحديد عددهم باثني عشر ومقارنتهم بنقباء بني إسرائيل والأحاديث التي ذكرت أسماء الأئمة عليهم السلام بالتفصيل وغيرها من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي حفلت بها المصادر الإسلامية. ومن الطبيعي أن الشيعة يعتقدون بأن الإمامة تمتد من علي إلى أحد عشر إمام، ويعتقدون بأن الإمام الثاني عشر قد غاب بحكمة الله وسوف يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وفكرة المهدي المنتظر هي فكرة إسلامية وإن اختلف المسلمون في خصوصياتها. كلمة الشيعة أخذت بمعنى الذين يتبعون، الشيعة هم أتباع الإمام علي وأتباع أهل البيت. في الخط الإسلامي الفكري والشرعي الذي يعتقدون أن أهل البيت لا ينطلقون من خصوصية ذاتية فيه، بل هم يأخذون كل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله. وقد حدث الإمام جعفر الصادق عليه السلام وهو من أئمة الشيعة بأن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي إلى أن ينتهي حديث جدي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فالشيعة يأخذون بالكتاب والسنة وإن اختلف الرأي في تفسير الكتاب وفي توثيق السنة، كما أن السنة يأخذون بالكتاب والسنة على أساس الاختلاف أيضا في تفسير الكتاب وفي توثيق السنة. وقد استمر التشيع بهذا المدلول منذ أن نطق النبي صلى الله عليه وآله بهذا اللفظ،
واصفا أتباع علي عليهم السلام بالشيعة إلى يومنا هذا، متمثلا بطائفة كبرى شكلت الشريحة الأكبر من المسلمين في كثير من الأحيان إذا قيست إلى كل فرقة أو طائفة من المسلمين على حدة، ولم تحدث التطورات التاريخية اللاحقة التي أدت إلى ظهور مذاهب وفرق بين المسلمين أي تبدل وتحول في المصطلح المنطبق على الطائفة المسمات بالإمامية الاثنى عشرية منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله. وقف المسلمون الشيعة إلى جانب الإمام علي وناصروه في كل قضاياه، ولا سيما خلال إبعاده عن الخلافة، كما تؤكد معظم المراجع الشيعية استنادا إلى النص الذي أعلنه نبي الأمة يوم غدير خم بعد انصرافه من حجة الوداع، حيث نصب الإمام علي خليفة للمسلمين من بعده. فتمسك المسلمون الشيعة بحق علي وبقوا إلى جانبه رغم الضغوط والصعاب حتى يوم استشهاده في الكوفة عام 43 للهجرة. فبايع الشيعة ابن علي الأكبر الإمام الحسن، إلا أن رفض معاوية الدائم ومن والاه للاعتراف بحق آل البيت أدى إلى تفجر الصراعات داخل المجتمع الإسلامي، خصوصا بعد استشهاد الإمام الحسين في كربلاء، وهي من المناسبات الدينية الأساسية التي ما يزال الشيعة يحيون ذكراها في كل عام حتى يومنا هذا تحت اسم ذكرى عاشوراء. أول الانقسام على في الإطار الإسلامي العام، يعني عمومياته محفوظة، بينما في العهد الأموي بعد ما تحولت إلى كسروية حسب التعبير التاريخي واختلت المعايير، لا، أصبح الاختلاف منهجي وعميق جدا، يعني في الطول وفي العرض. مرت المسألة أيضا في محطة أخرى بعد مقتل الإمام علي عليه السلام، بعد استشهاده وسيطرة معاوية على الجو، مسألة مرت بمحطة صلح الإمام الحسن، لما هذا التيار الواسع آثر وحدة الأمة وحفظ الدم وإلى آخره، فأيضا ابتدأت المسألة تتبلور على هذا المعطى، على معايير أهل البيت في حفاظ على وحدة الأمة. فيما بعد التبلور الدقيق والعميق كان بعد كربلاء، بعد أن تحولت السلطة المختلف عليها من جور ملتبس بالعدل أحيانا أو جور ملتبس بالوحدة في عهد معاوية، في عهد يزيد لا، الالتباس زال، أصبح الجور يتغطى أو هو مدخل للخروج من قيم الإسلام ومن أفكار الإسلام، من الأساسيات الإسلامية. قتل الإمام الحسين عليه السلام، اجتياح المدينة وأخذ البيعة من أهلها على أنهم عبيد ليزيد، فوصل التناقض الإيديولوجي إلى ذروته، ثم هدم الكعبة. فابتدأ يتبلور بهذه الفترة، ابتدأ يتبلور تيار الشيعي باتجاه عقائدي ويومي أيضا، يعني شمل أكثر مناطق الحيوية في الفكر وفي السلوك الإسلامي، إلى أواخر العهد الأموي، أواخر العهد الأموي وأوائل العصر العباسي. علينا أن نعرف حقيقة تاريخية، وهي أن عاشوراء الحسين كان تمثل خزانا شعوريا عاطفيا في الذاتية الشيعية، بحيث ينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار إذا صح التعبير، وكانت تصنع ذهنية لا شعورية
في الإحساس بالظلم الذي كان يعيشه الشيعة في تلك في مختلف المراحل، مما يجعل انفتاحهم على عاشوراء الحسين انفتاحا على القضية التي تحرك كل مشاعر الإحساس بالظلم والاضطهاد، باعتبار أنها تمثل قمة الظلم التاريخي لشخصية كالشخصية الحسينية التي ترتفع إلى مستوى القمة في روحانيتها وفي علمها وفي دورها وفي موقعها الإسلامي المميز. يعتبر الشيعة أنفسهم أنهم ظلموا عبر التاريخ، وهم الأمينون على خط الرسالة المحمدية والمنفذون لوصية نبيهم محمد صلى الله عليه وآله، ودفعوا نتيجة موقفهم هذا ثمنا غاليا، لكنهم حافظوا في كل المراحل على ما يؤمنون به كما تقيدوا بأصول الدين وأركانه وفروعه، وهي التوحيد، العدل، النبوة بما فيها الإمامة والمعاد، إضافة إلى الصلاة والصوم والحج والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس للشيعة أي عقيدة أو مبدأ أو طقس سري، فهم يجهرون بمعتقداتهم وينشرونها في كتبهم. ويحق لأي إنسان على وجه الكرة الأرضية اعتناق مذهبهم. أما أهم مميزات هذا المذهب الإسلامي فهو مبدأ الاجتهاد الذي يميزهم عن باقي المذاهب الإسلامية الأخرى، وخصوصا المذاهب السنية. الاجتهاد عند الشيعة هو عملية استنباط الحكم الشرعي من أدلته المحددة بأربعة: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المشتملة على سنة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، والإجماع المشتمل على قول المعصوم، وحكم العقل القطعي المعتمد على البرهان ولا يقبل الظن والاحتمال، وهو غير الاجتهاد الذي يعبر عن رأي الفقيه الذي يستند إلى القياس الظني والاستحسان ونحوهما، مما أضيف إلى الأدلة الأربعة. لهذا فإن الحكم الشرعي عند الشيعة ينسب إلى الدليل وليس إلى الفقيه، حتى قال قائلهم: نحن أبناء الدليل كيفما ما لنميل. لهذا كان التجديد من خلال الاجتهاد عند الشيعة يخضع لمنهجية علمية صارمة تحضر على الفقيه القفز خارج الدليل والبناء على الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا ما دام لم يثبت اعتباره شرعا بدليل قطعي، في نفس الوقت الذي تعطيه أوسع مساحة للحركة داخل الدليل. وما يتميز به عن سائر الفرق الإسلامية الطائفة الشيعية أنها تبنت الاجتهاد وظل بعد الأئمة الطاهرين الذين هم امتداد التشريع النبوي، نعم، مستمرا في حياتهم وأساسا لتنظيم حياة المسلمين، ويبقى مفتوحا حتى ظهور الإمام وتولي مهمة إعطاء الأحكام الشرعية للناس، وفي حال غيابه يتولى الفقيه القادر على الاجتهاد وعلى هذه العملية، أي استنباط الحكم الشرعي وتقديمه إلى الناس، يتولى الفقيه هو قيادة الناس في أمورهم العملية بإعطائهم لأي فعل من الأفعال في أي مجال من المجالات الحكم الشرعي المستقى من المصادر الشرعية التفصيلية
وينابيعها التي ذكرت: قرآن، سنة، امتداد السنة الشريفة، أحاديث وأخبار الأئمة الطاهرين، العقل والإجماع. لقد أنتج موضوع الاجتهاد عند الشيعة علاقة محددة بين المسلم المكلف والمجتهد اصطلح عليها بالتقليد، وهو ما يعني بمفهومه أخذ الحكم الشرعي من الفقيه المجتهد الذي تتوفر فيه مواصفات محددة ذكرها الفقهاء في مقدمات رسائلهم الفقهية، ويقف التقليد عند حدود أخذ الحكم كما يقف الفقيه عند حدود استنباط الحكم، ليشكل التقليد اتباعا محدودا للفقيه وليس تبعية مطلقة، إذ يتساوى المكلف المقلد والمجتهد في تشخيص موضوعات الأحكام وتطبيق الأحكام على الموضوعات، ويستقل كل منهما في مرحلة الامتثال، فلا يكون الفقيه دخيلا بين الإنسان وربه، وربما كان المقلد أقدر على تشخيص موضوعات الأحكام من الفقيه لدخولها ضمن دائرة اختصاصه وعدم دخولها ضمن دائرة اختصاص الفقيه. وما يمكن أن يتوهم من أن العلاقة بين المقلد والفقيه هي علاقة تبعية مطلقة إنما نشأ من بعض الطروحات الحديثة الهادفة إلى تبرير مشروعية السلطة وربط المحكوم بالحاكم ربطا عقائديا كاملا، وذلك بعد اقتحام بعض الشيعة دائرة السلطة. مع مرور الأيام حقق الشيعة انتشارا واسعا، وحدث أن انقسموا إلى فرق عدة أشهرها ثلاث، وهي فرقة الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية. فما هي أسباب هذا التشقق وبروز الفرق؟ وبماذا تختلف هذه الفرق عن بعضها البعض؟ إن مصطلح الشيعة الذي تحدد مدلوله بشكل كامل في حياة النبي صلى الله عليه وآله بما ينطبق على طائفة الإمامية الإثنى عشرية قد تعدد نتيجة التطورات اللاحقة، وأصبح مشتركا لفظيا يطلق على عدد من الفرق التي تولدت نتيجة التباسات اعترت بعض الشيعة بعد وفاة الأئمة المعصومين عليهم السلام. وقد اشتهر واستمر من تلك الفرق فرقتان هما الزيدية والإسماعيلية. فقالت الزيدية بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بدلا من القول بإمامة أخيه محمد الباقر عليه السلام الذي التزم بإمامته واستمر عليها الإمامية الإثنى عشرية. وقالت الإسماعيلية بإمامة إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بدلا من القول بإمامة أخيه موسى بن جعفر موسى الكاظم عليه السلام الذي التزم بإمامته واستمر عليها الإمامية الإثنى عشرية أيضا. وحتى هؤلاء إسماعيلية شطروا فيما بينهم، ذهب بعضهم أن إسماعيل غاب وليس في ذريته إمام، وهو المهدي الموعود الذي سيأتي ويتولى عملية التخليص، وبعضهم من ساق الإمامة بابن إسماعيل محمد، وتتابع ذاك في ضمن عملية على نحو من التعقيد. وقد استمر توالي الأئمة لدى هاتين الفرقتين متجاوزا الحد الذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يحدد الأئمة بعده باثني عشر إماما من قريش ومن أهل بيته، وهو العدد الذي التزمته الإمامية الاثنى عشرية واكتسبت منه هذه التسمية الثانية، إذ أنهم بالإضافة إلى اشتراكهم مع هاتين الفرقتين وسائر فرق المسلمين في عقيدة المهدي المنتظر الذي سيظهر في آخر الزمان، يعتقدون بأنه عليه السلام ولد من أبيه الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري، وغاب بعده غيبة صغرى
تواصل أثناءها مع شيعته من خلال 4 سفراء، ثم وبعد انتهاء فترة السفارة بدأت الغيبة الكبرى المستمرة إلى يومنا هذا، والتي سيظهر في نهايتها المتمثلة بيوم الوقت المعلوم، ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلما والجورا. توزع الشيعة في أرجاء الأرض، وبدأت حالة التشيع تتنامى شيئا فشيئا، رغم ما تعرضوا له من قمع وتسلط واضطهاد من قبل الأنظمة وبعض الحكام. واضطر الشيعة لاعتماد مبدأ التقية في بعض الأحيان لحماية أنفسهم من حملات التصفية الجسدية، كما أن العديد من السلطات كانت ترفض الاعتراف بمذهبهم، لكنهم لم يفكروا بأي مشروع انفصالي عن جسم الأمة الإسلامية. وهكذا استمر التواجد الشيعي في التصاعد في بلاد الشام. فمنذ بدايات الدعوة الإسلامية كان قد وفد إلى هذه البلاد موالون للإمام علي، ويعتبر الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري من أوائل القادة المسلمين الذين وفدوا إلى هذه المنطقة إثر نفي الخليفة عثمان بن عفان له إلى بلاد الشام. فمن هو هذا الصحابي؟ وكيف بذر حالة التشيع في جبل عامل لتبدأ من هناك قصة الشيعة في لبنان؟ فترة وجود أبي ذر ببلاد الشام كانت محدودة، لأنه شكل خطر على معاوية، فعاود طلب من عثمان أن يعيده، وأنه وصل على جبل عامل أو لم يصل، يمكن أن يكون قد وصل بس ما عندنا ولا وثيقة إلا المشهدان الموجودان في ميس الجبل وفي صرفانت، أنه بس هذه المشاهد أيضا كل كثير من المشاهد فيها التباسات. شو مشهد أبو ذر؟ صلى فيه ما صلى فيه؟ مسجد وين أقام؟ كذا، ما في وثائق دقيقة بهذا الموضوع، علما بأنه بهالفترة هذه التشيع ما كان منتشر بجبل عامل. التشيع كان بهالفترة فلسطين والأردن وشوي صوب الجولان، يعني بهالمنطقة كانت مقسم المنطقة إلى أجناد، جند الأردن، جند فلسطين، جند الشام إلى آخره. فكان في تشيع هناك بهالمنطقة هي. وتاريخيا جبل عامل مربوط بالأردن، مربوط بالقدس، يعني بالحروب الصليبية كان جبل عامل تابع لكونتية القدس، لإمارة القدس. لكن الرأي الممكن أن يكون هو الأوفق والذي ذهب إليه بعض علمائنا أن خروج أبي ذر إلى الشام لم يكن في خلافة عثمان، وهذا النفي استمر في خلافة عثمان سنة. في الحقيقة أو في الأرجح إنما خرج أبو ذر من المدينة طوعا وبإرادته بعد وفاة أبي بكر في عهد عمر الخليفة الثاني، لأنه تعرض إلى مضايقات، وبسبب أيضا صراحته وأسلوبه وشجاعته، فآثر أن يرحل إلى الشام بعيدا عن جو الضغوط التي كان يتعرض إليها. وهناك اندمج مع المجتمع العاملي، وراح يبشر بالإسلام على نهج أهل البيت، ويغرس بذور محبة علي بن أبي طالب وأهل البيت في قلوبهم، ولاقى هناك قلوبا صافية هيأها الله سبحانه وتعالى لتلقي محبة أهل البيت وفكر أهل البيت ونهج أهل البيت، وتكونت الأرضية الشيعية الصالحة النقية في جبل عامل، وتوارثت الأجيال محبة أهل البيت ونهج أهل البيت، وكان الغارس الأول هو أبو ذر رضوان الله تعالى عليه. فليس أبو ذر الغفاري الصحابي الوحيد الذي جاء إلى لبنان وإلى بلاد الشام، فهناك سلمان الفارسي مثلا وهو صحابي من صحابة الرسول، وهناك عمار بن ياسر. فإن سلمان الفارسي الذي جاء إلى دمشق من المدينة ليسأل عن صديقه أبي الدرداء القاضي في دمشق،
فلم يجده فقيل له إنه في بيروت، فجاء إلى بيروت ليسأل عن صديقه أبي الدرداء. وكانت هذه إشارات وقرائن تؤكد وجود أكثر من، بالإضافة إلى عمار بن ياسر، أكثر من صحابي واحد. يضاف إلى ذلك فإن الفتح العربي الذي جاء إلى دمشق والذي جاء إلى بعلبك كان فيه نفر من قبيلة خزاعة، وخزاعة من القبائل الموالية للإمام علي، ومنها الشاعر دعبل الخزاعي. ونتذكر أيضا حادثة مهمة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ التشيع، ألا وهي استشهاد الحسين بن علي. فحينما طلب العسكريون والمحاربون مع يزيد بن أبي سفيان أن ينقل رأس الإمام الحسين من كربلاء إلى دمشق، كان لابد من المرور، وكانت خطتهم أن يمر هذا الرأس ويمر السبايا على العدد الكبير من المدن والمناطق الآهلة بالسكان. وكان المرور على هذه المناطق الآهلة بالسكان إعلاما بوجود هذا التشيع. ولقد مر هؤلاء الأبناء الحسين بن علي، مروا على مع جند يسير معهم 1500 جندي لكي يتركوا كربلاء إلى الموصل، وليست كالموصل الحالية إلى حلب، ليعودوا إلى بعد ذلك إلى حماة وحمص فبعلبك. وهناك تركوا في بعلبك، دفنوا ابنة من بنات الحسين أرهقها الطريق. وكانوا قد مروا على حلب ونزل من رأس الحسين بن علي نقطة دم وأسقطت إحدى نسائه هناك، فبنيت أضرحة وبنيت مشاهد، وكانت هذه المشاهد جزءا من نشر هذا التشيع. تأثر الانتشار الشيعي في مناطق بلاد الشام بالمتغيرات والحروب والصراعات التي دارت رحاها على مر التاريخ، إذ انتشر الشيعة بادئاً على طول الساحل الغربي لبلاد الشام، ولا يزال حتى الآن العديد من الآثار العائدة إليهم، حيث أسسوا الإمارات على طول الساحل، وأهمها إمارة بني عقيل في صور وإمارة بني عمار في طرابلس. الواقع أن انتشار التشيع كان على الساحل اللبناني، وكان في داخل جبل عامل، ابتداء من طرابلس فجبيل فصيدا وصور إلى جبل عامل. وكان الساحل اللبناني تحت حكم الفاطميين، وكان الفاطميون يريدون إقامة علاقات تجارية مع الغرب، ولكن عبر البحر الأبيض المتوسط، وكانت المدن الساحلية هي الأهم لتيسير وتسهيل هذه التجارة. وحينما توسع الانتشار الاجتماعي الشيعي، كان هناك تجمع شيعي كبير في طرابلس، وكذلك في صيدا، وكذلك في المدن الساحلية. وقد فك القاضي ابن عمار في طرابلس الارتباط بالفاطميين، وأنشأ هناك دويلة ابتداء من سنة 1048 للهجرة، ولكن هذه الدويلة ما لبثت أن اتسعت لتشمل مسافة كبيرة من جبل شمالا إلى جبيل جنوبا. وكانت مساحة هذه المنطقة التي حكمها بنو عمار تزيد على مساحة لبنان في الوقت الحاضر، مساحة كبيرة، وتنشأ فيها أنشطة تجارية وتنشأ فيها أنشطة ثقافية، فتبنى هناك مكتبة كبيرة تضم 100,000 كتاب، ويكون أبو العلاء المعري أحد زوار هذه المدينة وأحد زوار هذه المكتبة. ثم ينتشر دور آخر للتشيع في صور، وكانت صور أيضا المدينة الثانية بعد طرابلس التي نشأت فيها إمارة بني عمار. هذه المدينة الثانية الناشطة تجاريا بقيادة أيضا قاض هو ابن أبي عقيل، الذي كان سنيا وكان السكان شيعة، هذا دليل على التوافق الإيماني فيما بينهم، ودليل على التوافق الاجتماعي
ولكن المهم أن يتخلصوا من الدولة الفاطمية وأن يقيموا نشاطا اجتماعيا كبيرا وثقافيا وتجاريا. مع سقوط بلاد الشام بأيدي الصليبيين شارك الشيعة مع غيرهم في محاربة الجيوش الصليبية، لكن مع انهزام الصليبيين ومجيء المماليك عانى الشيعة كثيرا من الاضطهاد والبطش، بعدما أنكر المماليك أي اعتراف بالمذهب الجعفري وحاربوا كل من تمسك بهذا المذهب. فتمت تصفية دولة بني عمار في طرابلس، ومن ثم جرى اضطهاد الأسر الشيعية في بلاد كسروان وتدمير أرزاقهم وممتلكاتهم، ومن نجا منهم حاول الهرب والالتجاء إلى مناطق بعيدة أكثر أمناً كجرود البقاع وقرى جبل عامل، حيث بدأ التمركز والتجمع الكثيف للشيعة في تلك المناطق. فهم قد رفضوا الانصياع إليهم إلى والقول بدولة المماليك، ورفضوا إلا أن يضلوا على مذهبهم. فأرسل قادة المماليك في دمشق جنودهم إلى كسروان حوالي سنة 1291، ولكن الحملة باءت بالفشل، وفي سنة ثانية تمكنوا من الانقضاض عليهم. غير أن الكسروانيين لم يقبلوا بأن يرضخوا مدة طويلة للمماليك، فوجهت إليهم حملة من الحملات، ووجه إليهم القاضي ابن تيمية قاضي دمشق، وكان مفتيا لمذهب الحنبلي، وجه إليهم دعوة لكي يرضخوا ويعلنوا الطاعة، ولما رفضوا ذهب إليهم ليقنعهم، ولكنهم ضلوا على رفضهم. فوجه في سنة 1305 للميلاد حملة كبيرة، ليس هو المماليك، خليل الأشرف بن قلاوون وجه إليهم حملة كبيرة، استطاعت هذه الحملة أن تقض مضاجعهم، أن تقتل أبنائهم، أن تشردهم، أن تهدم بيوتهم، باسم فتوى صدرت عن بعض الفقهاء. وكان أن انتشر سكان كسروان، انتشروا في المناطق اللبنانية التي فيها فئات من الشيعة، ومنها طرابلس، ومنها جبيل، ومنها جزين، ومنها الجبل العاملي. وكانت نهاية دامية لهذه المنطقة التي لم تصبهم وحدهم، بل أصابت طوائف أخرى غيرهم في منطقة كسروان جبيل. ظل الشيعة يعانون الأمرين حتى بعد مجيء الحكم العثماني، إذ عرفت مناطق تواجد الشيعة في البقاع وجبل عامل سياسات القمع والترهيب والتشريد. وإزاء هذا الواقع المرير والصعب، حاول الشيعة تنظيم صفوفهم والالتفاف حول زعاماتهم الدينية والاحتماء خلف بعض الوجهاء والعشائر في البقاع والجنوب. وبرزت آنذاك بعض العائلات الشيعية كآل حرفوش وحمادي في البقاع، وآل علي الصغير وشكر وصعب في جبل عامل. مرحلة العشرة الأول من سلاطين الدولة العثمانية كانت الأكثر يعني فيها حيوية، كان يعني ما ظهر فيها لا الاستبداد بمعنى الكامل ولا التخلو بمعنى الكامل. تراجع بلش بعد العشر الأول، وكانت الفترات يعني فترة الجزار كانت فترة من أصعب الفترات على الشيعة، اضطهاد شامل وطفشهم، ما 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 اضطهدوا اضطهاد كامل. فترة منحت باشا مثلا كانت، لأنه كمان كان مضمونها دستوري وتحديث وإلى آخره، كان الجو كويس، وخاصة أمام الجهود اللي بذلها سيد جمال الدين الأفغاني لوحدة المسلمين في مواجهة مؤامرات الغرب وإلى آخره. في تلك الفترة
برز أحد وجهاء جبل عامل وهو ناصيف النصار، الذي استطاع أن يجمع العامليين تحت رايته، حيث تمكن من توحيد كلمتهم بالتعاون مع عدد من العائلات الشيعية الأخرى، واتخذ من بلدة تبنين الجنوبية مقرا له، وتمكن من حماية جبل عامل. ثم تطلع إلى الخارج عبر عقد تحالف بينه وبين الظاهر العمر والي عكا وعلي بيك الكبير حاكم مصر. وقد تمكن النصار من صياغة حلف مع ظاهر العمر أعطى نتائج هامة على مستوى حماية المناطق الشيعية، لكن ذلك الحلف أثار حفيظة السلطات العثمانية التي عملت على نسفه، إذ قام والي الشام عثمان باشا ومن بعده أحمد باشا الجزار بحملة واسعة ضد الشيعة في جبل عامل، أدت إلى تشريد عشرات العلماء باتجاه العراق وإيران وإحراق مكتبات العامليين ومخطوطاتهم. أنا ملاحظ أكثر من ذلك أنه من الحروب الصليبية للعهود العثمانية الشيعة انتبهوا إلى كونهم أقلية من أكثرية، مش أقلية منفصلة، فحرصوا كان حرصهم على أن يحققوا ذاتهم أمام الموجات الاكتساحية هذه بتنشيط معارفهم، فاعتمدوا يعني ما مروا الشيعة بشيء اسمه عصر الانحطاط إلا فترة الحكم السلجوق فكريا، فمن الطبيعي أن يكون بهالحالة علماءهم هم قياداتهم الحقيقية، والأحداث بتأكد ذلك من استشهاد الشهيد الأول إلى فترة الدولة الصفوية اللي راحوا فيها علماء الشيعة اللبنانيين إلى إيران كأنه رايحين نفسه عن كبت سياسي، يعني كان هناك طموح إلى تحقيق الذات باستمرار. كانت دائما القيادات كانت ذات شروط معرفية، يعني العلماء كانوا قادة الشيعة، ولذلك هذا اللي كان ضمان أساسي إلى ما إنه ما يتماهى الشيعي تماما مع السياسي الحرفي. بنفس الوقت هذا الجو فرز قيادات سياسية كانت مربوطة بالإطار الديني، يعني الزعامات اللي بنعرفها نحن في تاريخ جبل عامل من نصيف النصار إلى والعائلة ككل والقيادات الأسر الأخرى ما كانت تقدم نفسها منفصلة عن جو العلماء، كان في نوع من التواصل. نصيف النصار تظهر شخصيته ذات دور فاعل في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وفي النصف الأول هي حياته وشبابه وولادته، وكان قد سبقه أحد أقاربه مشرف بن علي الصغير الذي أعلن الاستقلال عن الدولة العثمانية وعن والي صيدا، ولكنه استدرج فأتي به إلى صيدا وسجن ثم قتل. وكانت فكرة الاستقلال، محاولات الاستقلال العاملية عن الدولة العثمانية ممثلة بقادتها، ممثلة بولاتها إن كان في صيدا أم في دمشق، كان الاستقلال هدف العامليين. فانتقلت من أول محاولة رغبة الاستقلال مع مشرف بن علي الصغير إلى نصيف النصار. مع مطلع القرن التاسع عشر بدأت أوضاع الشيعة في التغير نحو الأفضل، ففي تلك الحقبة من التاريخ دخل الشيعة إلى خارطة المشاريع التي أخذت تنفذ في بلاد الشام، بدءا من نظام القائم مقاميتين وصولا إلى نظام المتصرفية، حيث تمثل الشيعة القاطنون ضمن حدود المتصرفية أي شيعة كسروان والجبل في كل مجالس الإدارة التي شكلت آنذاك. وتناوب على تمثيل هؤلاء الشيعة كل من عبد الله برو، عباس حمادي، قاسم عمرو، علي الحاج عمرو، محمد محسن وأحمد الحسيني. وهكذا بقي أغلبية الشيعة في البقاع وجبل عامل التابعين لولاية دمشق ومن ثم ولاية بيروت
مهمشية، حيث لم يكن لهم أي مشاركة تذكر في أي مجال، كما استبعدوا عن كل الوظائف والإدارات المحلية التابعة للسلطات العثمانية. مع بدايات القرن العشرين هبت رياح التغيير على الدولة العثمانية التي كانت قد أخذت في الانحلال، ومن أهم نتائج هذا التغيير إنشاء مجلس المبعوثان عام 1908، وقد مثل الشيعة في هذا المجلس كامل الأسعد في انتخابات عامي 1912 و1914، وسرعان ما شهدت تلك الفترة انطلاقة قوية لتيار الحركة القومية العربية الذي اجتاح بلاد الشام بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني، وبرز حينها دور هام للمحامي الشيعي الشاب عبد الكريم الخليل بترأسه المنتدى العربي الذي ضم أهم النخب والشخصيات العربية في الآستانة، كما شارك لاحقاً في مؤتمر باريس الشهير عام 1913. فشكل الخليل بمساعدة نخب أخرى من مختلف الطوائف حالة عربية قوية أزعجت الأتراك، فأقدم جمال باشا السفاح على إعدامه مع آخرين على أعواد المشانق التي نصبت في وسط بيروت. ولكن التهم بدأت تكال على وتنسب إلى عبد الكريم الخليل بأنه كان له ظاهر هو التوافق مع العثمانيين، ولكن باطنه التخلص منهم. كان يقيم الاحتفالات في المنتدى لأهداف تدعو إلى استقلال الدول العربية عن الدولة العثمانية، كان يستورد كل الأنواع الصحافة المحرضة ضد الدولة العثمانية، كان يحرض على جمعية الاتحاد والترقي، كان يحرض اللبنانيين ومنهم مثلا رضا الصلح ورياض الصلح وسامي الصلح وغيرهم، يحرضهم على الانقضاض والعمل ضد الدولة العثمانية إلى جانب العشرات من هؤلاء. هذا الأمر جعل جمال باشا السفاح يجمع كل هذه المعلومات ويسترشد ببعض القادة العامليين من القادة التقليديين بالتهم الموجهة له لأنه يريد أن يخدع جمال السفاح. وكان عبد الكريم الخليل لما وقع تحت وشاياتهم، لأنه كان مرشحا لمجلس المبعوثان، وبذلك الوشاية لدى جمال باشا السفاح يمكن أن تعطي أكلها. وما كان من جمال السفاح إلا أن استدعى العديدين والعشرات من الشباب الناهض والداعي للقومية العربية إلى محاكمة في علي، وإلى إعلان حكم الإعدام بحق أول مجموعة من 11 شخصاً كان أولهم عبد الكريم الخليل، وقد شنق في 20 آب 1916. لا شك دائما بحالة مثل حالة الدولة العثمانية وحالة الفوضى اللي وصلت إلى بهذه الفترة كان في مطالب خاصة، ولكن الخطر خلى المطالب عامة، بمعنى أنه اندمج الخاص بالعام، فكانش في ما كان في مشروع شيعي خاص، كان في مشروع استقلالية، مش استقلالية يعني شيء من تحقيق الذات داخل السلطة العثمانية. ما حدا تجرأ حتى عبد الكريم الخليل أن يرفض العثمانية كجامع، ولكن كان في مطالب نهوض وتنمية وحريات، هذه الكل اتفقوا. ما كانوا الشيعة بهالحالة يختلفون عن غيرهم، لا المسيحيين ولا السنة ولا الطوائف والأديان الأخرى. فإذا ما كان، وبعدين لما ابتدأت الحرب نذر الحرب، لا الشيعة كانوا أكثر ميلا
إلى حماية الدولة العثمانية حتى بقيادة الاتحاد والترقي، ومش هن اللي افتعلوا المشاكل مع العثماني، مع جمال باشا هو اللي افتعل المشاكل، يمكن كان عنده مشروعه الخاص. عام 1914 نشبت الحرب العالمية الأولى وسقطت الإمبراطورية العثمانية، وما إن انتهت الحرب حتى تنفس المسلمون الشيعة الصعداء، خصوصاً أنها أنهت الحكم التركي. وأمل الشيعة آنذاك في إنشاء دولة تضمهم إلى باقي العرب، أو على الأقل العيش في دولة سورية تجمع بلاد الشام تحت راية واحدة. لذا أيد الشيعة مشروع الأمير فيصل بن الحسين بإنشاء الحكومة العربية في دمشق، حيث أسسوا في مدنهم كبعلبك وصور والنبطي والهرمل حكومات تابعة للحكومة المركزية في دمشق. فعلى ماذا راهن الشيعة في خياراتهم يوم ذاك؟ كانوا ضد أي نوع من تحجيم الواقع السوري الذي كان هو العالم العربي في تلك المرحلة، العالم العربي القريب الذي يعتبر لبنان جزءا منه. وكانوا لا يرون أي ضرورة لأن يكون أن يستقل لبنان، لأنهم يعرفون أو هكذا كانوا يفكرون بأن استقلال لبنان لن يكون في مصلحة الواقع العربي الكبير أو الواقع الإسلامي الكبير. كانوا وحدويين، ما بدهم ينفصلوا، وكانوا وحدويين لأنه كان بهالفترة كان في تلويح بدويلات، كان مطروح أنه ينعطوا دويلة الشيعية بجبل عامل، فرفضوها وانعمل مؤتمر الحجير على الأساس. مؤتمر الحجير الفكرة الأساسية في منع الفتنة، لأنه الفتنة الطائفية بتعمل إحساس بالتمايز، مش روح يدور الواحد عن تعبيرها السياسي وحده. والمسألة المركزية هي إعلان وحدويتهم، تأكيد على وحدويتهم. فعلاقتهم بفيصل شيء من كونه أعلن الحكومة العربية ذات طابع وحدوي، أصر على أن يكون لبنان جزء منها، هني ما بدهم ينفصلوا. وهذا الجواب اللي جاوبوه للجنة جانج كراين، وقت اللي اللجنة الأمريكية اللي إجت لحتى تستقصي آراء الناس، فقرروا أنه هني جزء من سوريا بحدودها الطبيعية، وبايعوا الملك فيصل على أساس أنه هو حاكم هذه المنطقة. فإذا النزوع الوحدوي في مقابل مشروع التجزئة الفرنسي اللي كان مطروح. لذلك فقد كانوا يهدفوا، يعني يعتقدون أن تقسيم البلدان العربية ولا سيما في المنطقة السورية إنما هو لمصلحة الأجنبي وليس لمصلحة المواطنين في هذه الرقعة من العالم. لهذا فإنهم كانوا مع الدولة العربية الواحدة التي دعا إليها الشريف حسين والد الملك فيصل، وربما كانت هناك بعض عاطفية باعتبار أن هذه السلالة الهاشمية ترجع بالنسب إلى رسول الله وإلى علي عليه السلام، لأنهم حسنيون بحسب المصطلح النسبي من أولاد الإمام الحسن بن علي عليه السلام. لذلك قد تكون المسألة تعيش في هذه العناصر المتنوعة بالنسبة إلى هذه القضية. علق الشيعة آمالاً على حكومة الأمير فيصل في دمشق، ورفضوا من اللحظة الأولى الوجود الفرنسية في البلاد. وعندما قامت القوات الفرنسية بتوسيع احتلالها العسكري، ثار الشيعة في وجهها وأعلنوا المقاومة المسلحة بدءاً من الهرمل، مروراً ببعلبك
وانتهاء بجبل عامل، وقاد الثوار والمقاومين ضد الفرنسيين العديد من الثوار كملحم قاسم المصري في البقاع وأدهم خنجر وصادق حمزة في جبل عامل، وقد أبلوا بلاء حسنا ضد الجنود الفرنسيين في أكثر من موقع. رفض الانتداب مسألة طبيعية، وقبلوا مثل غيرهم، قبلوا بأنه يكون المنتدب أمريكي وقت، لأنه الأمريكي ما كان الشريك في الحرب، فهن بيفهموا الانتداب استعمار بهاللحظة، منتصر جاي ينتدب نفسه على مهزوم، هذا أقصى أشكال الاستعمار، فمن الطبيعي أن يرفضوا الاستعمار، ومن الطبيعي أن يقاوموا ولكن أيضا دائما بتاريخ المحطات اللي من هالنوع في جدل المقاومة وجدل الممانعة، جدل القبول وجدل الرفض. مؤتمر الحجير كان مشروع التحويل المقاومة باتجاه آخر أحسن ما تروح بالاتجاه الطائف. مأكد صدموا بلبنان الكبير اللي أعلن يعني، نعم، لكن هذا ما منع أنه الأمور ما تقبلوها برفض كلامي وبس، قامت مقاومة في الأوساط الشيعية ضد الفرنسي المحتل يعني الدولة المحتلة. هالمقاومة قادها رجال معروفين بذلك الوقت، منهم صادق الحمزي اللي كان من قضاء صور، وأدهم خنجر كان من قضاء الزهراني، بقى هولي طبعا صاروا يقاوموا الاحتلال بوسائلهم المتاحة في هذاك الوقت يعني، باعتبار انه طارة بكمائن يقيموها، طارة بضربات خاطفة كذا، نعم، ما في شك. طبعا ما في تكافؤ كان في القوى يعني، باعتبار انه السلاح اللي كان بيدهم سلاح اما سلاح قديم كانوا مضطرين يستعملوه، او سلاح ربحوه من الفرنسيين ببعض حالات اللي كانوا يفاجئوهم فيها ببعض الكمائن وياخذوا اسلحتهم يعني. وهكذا استمرت هذه المقاومة فترة من الزمن يعني، لدرجة انه